مساء الخير ومرحبا بكم. اليوم باش نحدثكم في موضوع نعتقد انا وديما هذاك قناعتي انه على غايه من الاهميه وهو اهم موضوع، اللي هو الموضوع الاقتصادي. والموضوع الاقتصادي انا سنوات وانا نتحدث فيه، وفي وسائل الاعلام كنت وين نحضر لابد ان نثيره، وما كنتش الحقيقه نلقى تجاوب مع الاعلاميين، لان ثم فيهم شكون يسمعك بادب. ناخذها في الخاطر وسريعا ما يغير الموضوع، أو أنه اللي ما يخليكش حتى تطرحه لأنه يبحث على الإثارة ويبحث على البوز وكو. والفيديوهات متاعي اللي موجودة كلها فيها المواضيع الاقتصادية طرحتها، وتلقاوها كذلك في كتاب تونس التي في خاطري اللي تقدمت به الانتخابات الرئاسية، والبرنامج متاعي أو كفيديوهات كذلك. اللي ما يقرأش، اللي يحبش يقرأ الكتاب أو ما عندوش وقت ليه، يلقى الفيديو متاعي اللي نتحدث فيهم على طرح الاقتصادي. وأي طرح اقتصادي لابد أنه يمشي من معطى أساسي أولي، اللي هو نظرة عامة شاملة. حتى نسمع عباد يقول لك لا الاقتصاد باش تفرهد، أنت لاو بالفلاح، أنت لاو بالصناعة، أنت لاو بالسياحة، أنت لاو ما يجيش هكاك. لابد أنه ثم ننطلق من العام إلى الخاص، لازم تصور كبير. التصور هذاك هو اللي عبروا عليه بالرؤية، لا فيزيون. الموضوع الاقتصادي باش تنجم تعطي حلول اقتصادية حقيقية ويكون عندك تصور واقعي، خاطر مش شهوة انت باش تحط ورقة بيضاء وتحط الأحلام متاعك والأمال متاعك لا لا، انت تنطلق من واقع معين، والواقع ذاك لابد أن تشخصه كما يلزم بشكل دقيق. وكثير من المغالطات تسمعوا فيها أنتم في الإعلام من الناس اللي هي تتحدث في الاقتصاد، اللي ما نجمش نتحدث فيها في الحصة هذية، باش نعمل لها فيديو وحدها كم المغالطات اللي قاعدين تسمعوا فيه تماش ما العباد تراجع أنفسها فيه. فقلت أنه ما هي الشهوة، وإنما لابد الإنسان ينطلق من الواقع. والواقع نتاعنا شو يقول؟ يقول أنه طالما كنا في ظل سوق محمية، طالما كنا مستورين، ما هناش في حرقة حاجة خارقة العادة، عمرنا ما كنا من دولة الاستقلال، عمرها ما كانت في أمورها منفشة، لكن كانت مستورة. من اللي تحلينا السوق نتاعنا ودخلنا في اتفاقية الجات وبعدها الوامسي، دهرت الحالة بتاعنا وأدى هذاك إلى أنه ثارت الناس على بن علي في 17 ديسمبر 14 جانفي. فالمشكل الأساسي هو أنه ما عندناش قدرة تنافسية باش نحلوا السوق بتاعنا. والقدرة التنافسية هذيك ما تجيش بين عشية وضحاها، يلزم تهيئة ليها، يلزم تخطيط، يلزم نظرة، يلزم إنسان عارف بالضبط شنو قاعد يعمل. فإذا كان خذينا المعطى هذايا أنه لابد من حماية السوق، هذاك هو اللي خلالي أنا سنوات الفايت الكل تسمعوا فيها ردت في كلمة الحماية الاقتصادية، على اعتبار أن حماية الاقتصاد الوطني هي حماية السوق التونسية، هي المنطلق الأساسي. وفي الأول هاجموني برشا واعتبروني أنه التصور متاعي قديم وأنتيكا، في بالهم أنه في الاقتصاد فما حاجة أنتيكا وحاجة مودرن، ما ثماش. في الاقتصاد كل شيء، كل ما تطرح من أفكار حتى قديمة كلها صالحة، أدام سميث يظل موش ولد اليوم، ثم أفكار صالحة. كما تدخل الورشة، تدخل الورشة تلقى فيها الكلاب والبينسة والكليمولات والمفتاح 16 وغيره، أنت حاجتك بالبينسة ما يصلح لك، المفتاح 16 باهي في وقت اللي هو حاجتنا به، أما أنت حاجتك بالبينسة تمشي للبينسة. فالسياسي لابد مهتم بطبيعة الحال بالشأن الاقتصادي، ولابد كل سياسي أن يكون مهتم بالشأن الاقتصادي، ما كانش ما عنده ما يعمل في الحياة السياسية. فلابد أن يختار الآلة والأداة اللي هي باش تغير له وتصلح له المشكلة نتاعو. وانطلقت أنا في الحديث على الحماية القطاعية تقريبا تو 9 سنين، وتشوفوا أنتم تو من خلال يمكن السنتين الأخرانيين أو ساعة ونص أنه الناس كلها تتحدث على ضرورة حماية السوق التونسية والاقتصاد التونسي. فأنا ما اخترعتوش الحماية، ما اخترعتهاش، وإنما الفضل نتاعي الوحيد اللي موجود هو أني كنت أول من تنبه أنه هذيك هي السياسة الصحيحة اللي لازم تعمل. وقت اللي كانت الناس تتحدث، مش لازم تتحدث على الأحزاب والشخصيات، مش هذا موضوعنا، كما كنت تفكرهم كانوا يحدثوكم على القيمة المضافة والقيمة المضافة والاستثمار والتصدير وما إلى ذلك من الترهات. فإذا كان هذا هو التشخيص نتاعنا، هات ننطلقوا باش نفهموا شنو الآليات، شنو الحلول. الحلول تمر أساسا على الاعتماد على الذات، على أرواحنا. اليوم ما نجموش نطوروا الاقتصاد نتاعنا، وما نجموش نعملوا اي اصلاح في اي مجال. تسمع الناس تحدث تقول لك اصلاح التعليم، اصلاح القضاء، اصلاح الصحه،
ما نجموش يعملوه اذا كان ما ثماش اقتصاد منتعش، على خاطر احنا توا من اللي من عاد بن علي ورد في ستاغفلاسيون، يعني في مرحله ركود اقتصادي، ستاغناسيون ركود اقتصادي، مع دونك ما ثماش نمو، وما ثماش نمو حقيقي، خاطر النمو هذاك يتسمى نمو رخو، اون كروسونس مول، يعني نمو ما يخلقش تشغيل، وفي نفس الوقت معاه تضخم مالي، اللي هما من العاده ما يمشيوش مع بعضهم. من العاده تعرفوا اللي اذا كان فما تضخم مالي فما برشا تشغيل، يعني ما كانت الاقتصاد دور برشا. هنا ماهوش الحاله. احنا ستاغفلاسيون حاله استثنائيه اللي عرفتها اوروبا في بدايه سنوات السبعينات. على سويت دي شوك بترولي، معناها مش لازم ندخل في التفاصيل. احنا في ستاغفلاسيون وما عرفناش نخرجوا من ستاغفلاسيون. وزدنا صعبنا على روحنا وقت اللي عملنا موضوع استقلاليه البنك المركزي. فكل ما هو سياسات نتاع دفع الاقتصاد من داخل ولات غير ممكنه، لان البنك المركزي ما عادش ينفق. بتعلة شنو؟ بتعلة انه كان خرج الفلوس تو تخلق تضخم مالي. اوغ هو هذه معناها مش مغالطه وانما هي تصور بسيط. هو باش نفهمكم علاش في كلمتين ان شاء الله ما نطولش برشا. التضخم المالي يتخلق وقت اللي فما طلب كبير على السلعه، الناس عندها في جوبها الفلوس وطالبه سلعه والسلعه غير متوفره. أغل اليوم كي تشوف آلة الإنتاج التونسية تلقاها باركة ماهيش قاعدة تخدم. علاش ماهيش قاعدة تخدم؟ خاطر اللي باش تخدمه هي وتوفره قاعدة توفر فيه سلاح جاي من برا. فلو كان ثم سياسة حمائية نحميو المصنعين نتاعنا بإجراءات مختلفة، حتى في ظل القوانين اللي موجودة نتاع الوامسي ثم ذكاء يخلينا نستعملوا التي في سوسيال، الاداء على القيمه المضافه الاجتماعيه اللي تحدثت عليه برشا مرات، ما نجمش كانش نطولوا باش نفسروا توا باش تطول بينا الحكايه، لكن ثم اجراءات اخرى اللي هي اداريه وتقنيه وغيره اللي تمكنك كذلك من حمايه الاقتصاد نتاعك. فالادوات باش تحمي الاقتصاد موجود. فوقت باش تضخ انت فلوس زايده باش تتحول لك الفلوس اللي باش تحطها انت زايده، ماهيش باش تخلق تضخم، لانه إذا كان حميت المؤسسات هذيك باش تتفاعل وآلة الإنتاج نتاعها ماهيش قاعدة تخدم توا في أقصى درجاتها، فباش تتفاعل وباش تزيد تنتج وباش تزيد تدخل خدامة، ومانيش باش نتيحوا في التضخم المالي. هذه نقطة حطوها في بالكم هامة جدا، لأن من المغالطات اللي قاعدين تسمعوا فيها، لأنه يقولوا في كانوا وقفوا في أول الآية وما كملوهاش. توا كيفاش احنا نجموا نعملوا باش إذا كان ألغينا استقلالية البنك المركزي توفرت عندنا السيولة التونسية الداخلية، كيفاش نجمو حمينا الاقتصاد نتاعنا؟ يعني حمينا الاقتصاد نتاعنا يعني الفلوس اللي باش نضخوها ماهيش باش تطير تعمل جوانح وتمشي على سلع أجنبية فترجع للناس اللي تسلفنا منهم الفلوس. لأن برشا عباد يتسائلوا يقول لك احنا هالفلوس الكل اللي جات بعد الثورة وين مشات؟ لازم مشات في جيوب السراق. ماهوش صحيح، على خاطر الفلوس كي تعطى لكاسة الدولة، ما تعطاش لعباد يهزهم في فليجة ووصلهم للدولة. فالفلوس اللي تعطى لكاسة الدولة علاش ما خلقتش النمو؟ لأنه مشاتك الفلوس هذيك شهري، وطبيعي أن تمشي شهري خاطر شهري سي أن لوفي من الدوافع نتاع النمو، شهري لا كونسوماسيون الاستهلاك من دوافع النمو، لكن مشات على سلاح أجنبية. فالناس اللي تسلفنا منهم باليد اليمين رجعنا لهم الفلوس باليد اليسار وقت اللي شرينا السلاح نتاعهم وما شريناش السلعه التونسيه. فلابد هنا من مراجعه الموضوع. لو كان يصير بطبيعه الحال غلق في قطاعات معينه مش غلق تام. القطاعات هي القطاعات اللي مستانسين يصنعوا فيها على قبل كما التكستيل وغيره والصحنه والمغارف والكيسان والدونتيفريس نتاعنا والشامبوان دي الحكايات البسيطة اللي كل يوم، لكن اللي هي اللي قاعدين نصرف عليها يوميا في جزء كبير من الميزانية نتاع العائلة يمشي فيها. حاجة ثانية القطاعات اللي عندها قدرة تشغيلية كبيرة. حاجة ثالثة القطاعات اللي ما تطلبش تكنولوجيا، لأن ما عندناش تكنولوجيا بدنا نقروا به. الحاجة الرابعة لأنه القطاعات اللي ما تطلبش استثمارات كبيرة، لأن ما عندناش أموال كبيرة للاستثمار. هذا القطاعات اللي أساسا باش نحميوها الآن. فهذا اذا كان حميناها التونسي باش يولي الطلب، يعني انه التونسي باش يشري سلعه،
يولي يشري السلع التونسية خاطر ما عندوش برشا خيارات، خاصة إذا كان بالتيفيا سوسيال نقصوا من سوم السلع التونسية ونجعلوها أرخص من السلعة الأجنبية. وقت اللي مشى على السلعة التونسية المعمل التونسي باش يلقى الناس طالب عليه السلعة برشا، فباش يصنع. إذا كان باش يصنع لابد أنه باش يخدم ناس جدد، باش يدخل ناس، فمشكل التشغيل تحل. وإذا كان مشكل التشغيل تحل معاه مشكل السي ان اس اس تحل، لأن الناس اللي خدمناهم جدد مساهمين جدد في السي ان اس اس، فباش يزيدوا دعموا السي ان اس اس، فخرجنا من المعضلة اللي احنا فيها. لكن عندنا قطاعات أخرى زادة الدولة لازم تلعب دور نتاعها. الدولة تلعب دور أنها في قطاعات اللي تأخرت ياسر، اليوم ما عادش نمشيو في الوقت هذا الراهن باش نعملوا مدارس جدد وباش نعملوا سبيطارات جدد وباش نعملوا، لأن اللي عندنا الكل في حالة تعبة جدا. فالاستثمارات الكل لازم تمشي باش نحطوهم مانيفو هذوك مساحة، باش نحسنوهم ونصلحوهم ونحطو لهم الظروف المعايير الهائلة باش تأدي المهمة متاعها في المجال العمومي. وهنا يفتح لنا باب كبير، باب كبير وقت نشوفه. نعطيكم مثال، المدرسة متاعنا اليوم مازالت بالصبورة والتبشير، يعني الصبورة التفاعلية نشوفوا فيها كم في الأفلام ما ثماش. اليوم وقت اللي الدولة تجي تقول أنا باش نعمل معمل متاع الصبورة التفاعلية وباش نعمل معمل متاع دي تابلات باش التلميذ ما عادش يهز أكل كرتابة اللي فيها 20 كيلو فوق ظهره فيها الكتب متاعه، كل الكتب متاعه الكل يوليو في تابلات. لي كومبوزون اللي باش نجم نجيبهم من برا لازمني بالسيب باش نجيبهم من برا نجيبهم، لكن لي كومبوزون الاخرين اللي تكون منهم الصبوره التفاعليه وتكون منهم التابلات اللي هما باش يجيو طرف كاش نتاع بلاستيك وكاش درا شنو وكاش هذاك الكل يتصنع هنا فك المعمل هذاك. وتبدا الدوله تبادر تقول هاني باش نعمل المعمل وانا باش نقبل السلعه، لان الدوله هي الحليف الاولي في هذه. ثم مدارس خاصه بطبيعه الحال، لكن الدوله هي الحليف الاولي باش يشري السلعه هذيك. فلا بد الدولة أن تتحكم في السوم تاع البيع نتاعها، تقول أنا باش نكون موجود، أنا هاني باش نعمل المعمل، اللي يحب يتفضل يدخل فيه في رأس مال يتفضل يدخل. أنا راهو قد ما تدخل الناس في رأس مال أنا نجبد روحي. أنا مثلا عملت المعمل عندي 100%، جا واحد يحب ياخذ 20% يتفضل، ولا عندي 80 ولاتش من بعد عندي 50 ولاتش عندي حتى 10 نقعد ب 10 باش نراقب فقط الأسعار اللي باش نشري بهم. وهذا تقيس عليه في السبيطارات، شوفوا علاش قاعده ترقد المرضى نتاعنا، والاسره اللي قاعدين نجيبوا فيهم من برا هذاك الكل علاش. المهندسين نتاعنا لي تكنيسيان نتاعنا كلهم قادرين على صناعتهم وعلى تطوير الفرش هذاك، وعلى انه يتعلموا في السبيطارات التونسيه نتاعنا وفي المساحات الخاصه نتاعنا يتعلموا ويطوروا السرير هذاك حتى غدوة تولي عندهم قدرة تنافسية ويحقوا فيه بالحق الإضافة بعد ما نكون صلحنا التعليم وحسننا الأداء نتاعو باش نجم تولي الناس تنجم تصدر أكل السلع هذيك الكلها. فهذا الكل مواطن نتاع شغل، وهذا الكل حاجة أخرى السوق الموازي باش ينحيها. كيفاش تقول لي باش ينحيها السوق الموازي؟ اليوم تتصوروا أنه الكناتري اللي قاعد والا ان الانسان اللي في مصر بي ولا غيره اللي قاعد يجيب السلعه من الشين ويحاول يدخلها بالطرق المختلفه، تما يدفع عليها في عجاله في جعاله ولا شنو ويدفع وقلبه على يده، وساعات تقدم في فلوس اللي بعثهم لبرا ويجي يشوف فيهم يلقاهم واحد مكر فيه وهرب له بالفلوس وغيره. غدوه وقت باش يلقى السوق موجوده ويلقى انه امكانيه استيراد السلع اللي مستانس يجيب فيهم ضيقت عليه خاطر انت تراقب فيه. ما هو زوز فرانك اللي عنده يحطهم يولي باش يلوج هو يلوج على الربح، يقول لك اخويا مرشي مضمون هذا نحط المعمل هذا نحط فيه انا الفلوس اللي عندي، تو غدوه باش الدوله باش تشري السلعه هذيك ويدور الدولاب في قطاعات مختلفه. ماهوش هذه اعطيتكم امثله في 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 القضاء كيف مشاكل القضاء نتاع الرقمنه موجوده في الادارات الكل. وينهم ليزانجينيور نتاعنا والشركات نتاعنا نتاع الاعلاميه كلها اللي نخليهم هما ونمشيو نعطيو المرشيات نعطيهم للجانب والبرينية في وقت ما نخدموهم هما وهما اللي عصروا الامور هذيك الكل. وينو لي زورديناتور اللي المفروض انه يتصنعوا في تونس وركبوا نجيبوا لي كومبوزون اللي لازمين ولي كاش والدنيا الكل يتصنع في تونس، شنو طرف بلاستيك وفورما وشنو لا فيهم، وهذوك الكل هم احنا مناش قاعدين نعملوا فيهم.
وهذوك من كلهم مواطن تاع تشغيل، لانه الناس هذه اللي تدخل في ما كانتش كانت بطاله وباش تخدم غدوه باش تزيد تتحرك لك الاقتصاد، تخلي في جيبها الفلوس باش تحرك الاقتصاد غدوه، هي باش تزيد تشري لي غرت وبتزيد تشري سوريا اكثر في كان يشري في سوريا في العام تولي عنده الفلوس باش، وكان بطال باش يخدم باش يولي يشري في زوز وثلاثة سوارة وزوز وثلاثة صبابط وما الى ذلك. فهذا الكل دافع للنمو. وفي الفلاحة يعني انك تلم مثلا 50 هكتار مع بعضهم، تلقى 50 هكتار سقوا فيهم ساعات حتى 10 من الناس يملكوا باش يوصلوا يملكوا 50 هكتار مع تشتيت الاراضي الموجوده، لكن ما نجموش يخدموهم، اللي يخدموا فيهم بجرارات يكريو فيهم وغيره. وقت تجي تعمل انت معمل نتاع جرارات وتحطوا على ذمه هاك ال 50 هذوكم اللي كونوا كيف شركه صغيره بين بعضهم، واللي هما باش يسدوا لك السوم تاع الجرار هذاك، والجرار هذاك ما تجيب منه كان القطاع اللي انت مستحقها اساسيه، او تتفاهم مع الشركه الصينيه ولا اليابانيه ولا ما نعرفش شنو البلاد نتاعها اللي باش تصنع منها بعض قطاع هنا في تونس وتركب هنا في تونس، ما باش يخدم لك هذاك عباد. والنقل كيف كيف، اللي سكرنا الدنيا الكل وقعدنا كان نجيبه من برا، يعني هذا الكل قطاعات اللي الاخطاء الكبيره اللي عاملينها، انه نجيو نسكروا في الماء على الفلاحه على خاطر قال شنو ما خلصش، انت شنو الماء اللي قلص فيه قدام انت القمح اللي من بعد ترسيلك جايبه بالعمله الصعبه، شي مثل طرف الماء اللي يستهلكه هو قدام الواحد، وخليه الماء ببلاش وقص له من بعد وقت يجي يعطيك المحصول نتاعه قص له من غاديك سوم الماء، لكن ما تخليش الاراضي مهمله خاصه الاراضي السقويه. يعني ثم مجهود كبير للتنويع المنتوج الفلاحي، يعني اليوم ما عندناش حتى امن غذائي ابدا، ما نتحكموا في حد شيء ولا نتحكموا في الزريعه ولا نتحكموا في المحصول ولا نتحكموا في الانتاج ولا في حد شيء، معنا كل شيء مسيء. نعطيكم مثال، الشباب اللي يعمل في دي ستارت اب والشباب اللي يخدم فريلانس واللي يحب يعمل عنده ابواب نتاع تعامل مع البرة، اليوم تشوفوا انه بيرو نتاع افوكا كبير في نيويورك الكونت روندو نتاعو يبعثهم للهند باش يطبعوا ويرجعوا له التقارير نتاعو. اليوم علاش الشباب هذايا ما نعملولوش انه امكانيه انه يعمل شركه نتاع فريلانس، والشركه هذه تسمح له انه تحط له مبلغ مالي معين قابل للتحويل باش يدخل هو على البلاتفورم ويعرض الخدمات نتاعو، وانت بعد حاسبه، لكن ما تسكرش عليه البيبان. قال شنو خايف على 2000 دينار باش يولي باش يولي وبالروم حتى شيء، شنو قدام الناس اللي تخرج تتبضع بهم اليوم من تركيا ولا من فرنسا ولا من درمنين ويتبضعوا ويجيبوا بهم حكايه برفانات وحكايه فر. فالمجالات موجوده، هذا التصور العام. القطاعات عندك ما شاء الله من القطاعات ما تسرح، وين تلقى مجال لابد من السعي الى تغييره والى احتله. تفكروا الشركات نتاع الفوتوفولتايك اللي تعملوا اللي هما بركوا لخاطر ما حميناهمش من المنافسه الصينيه، حتى لو كان المنتوج الصيني باش يدخل لي ارخص، انا هذاك قاعد يخدمني في عباد، وهذاك يتحسن اليوم بدا يركب فيهم لي كومبوزون مكثرهم يجي فيهم برا، ثم دي كومبوزون غدوه ينجم يصنع منهم جزء منه باش لي زانترون ينقصوا اللي جايين، يعني المواد اللي جايه من برا وتدخل في التركيبه بتاع السلعه النهائيه تولي كثير منها محلي. في الجهات قداش من نجمو نعملوا حوايج، قداش ما نعملوا، يعني وقت تتعدى انت تمشي لتالا ولا تمشي الكسرة ولا غيره ولا تشوف المقاطع نتاع لي ديشي اللي موجودين تاع الرخام يلوثوا في الطبيعه ما بقاش تحويلهم، اللي كلهم يوليو نجمو يوليو زليز ويوليو غيره من المنتوجات اللي تخدم العباد ومستحقينها، لانه ما ثماش اراده، ما ثماش تصور، ما ثماش اراده من الناس اللي موجودين. نعطيكم حاجه هامه جدا، موطن كبير نتاع شغل اللي هو المدن نتاعنا. شوفوا تونس العاصمة، جولوا حاولوا تهزوا رؤوسكم من فوق شوية وقت تجولوا في تونس العاصمة وتشوفوا البنايات اللي خلاهم فرانسيس على الجمال اللي فيهم، لكن الوضعية نتاعهم متهاوية. هذوكم الكلهم لو كانت تعلن أنه مدينة تونس، مدينة سوسة، مدينة صفاقس، مدينة قفصة، مدينة جابس، يعني بعض من مدينة الكاف، يعني البلايص اللي كانت فيها ثم اثار نتاع الباع
البني نتاع الاستعمار هذاك اللي خلاه الكل هذاك يقع التعهد نتاعو. المدن التقليدية يعني المدن نتاعنا العتيقة، مدينة تونس ومدينة واللي موجود في سوسة وموجود في صفاقس واللي موجود في الكاف واللي موجود في غيرها، هذا الكل يقع تعهدهم كيف صيانتهم. هذا اش باش يعمل؟ هذا صيانتهم يعني باش تعاود الزليز نتاعهم البارتير نتاعهم الكل تعاودوا، كي تعاودوا مباشرة باش تخدم عباد، باش تعاودوا باش؟ باش تعاودوا بمنتوج تونسي. يعني معمل تونسي قاعد يصنع لك باش تعمل هذوكم. يعني المعمل التونسي باش يولي يزيد يخدم لك عباد أكثر، والناس اللي باش يعملوا التبليط هذاك فيهم الجيومتر وفيهم المهندس اللي باش يخطط وفيهم الكونتروميتر اللي باش يقف على الخدامة وفيهم الخدامة، يعني فيهم ناس من مستويات مختلفة، اللي عنده شهادة واللي ما عندوش شهادة، وكلها باش تخدم. التبييض نتاعهم تعودهم على كيما كانوا على أصلهم. فالناس اللي باش هذوما الكل مباشرة باش يبداو يخدموا، مباشرة باش يقبضوا الفلوس، ومباشرة باش يوليو مستهلكين، ومباشرة باش يحركوا لك الاقتصاد. هذاك علاش كي تحدثت أنا على أنه راهم بعد ست شهور يتحرك البلاد. ماليش كلام هكاك مش أوهام نقول فيها نبيع في الريح للناس، وإنما من تصورات. وهك البلاد هذيك اللي أنت رجعتها كلاسي كأنه مش اليونسكو هي اللي صنفتها، وإنما أنت صنفت أنه تونس وصفاقس وكذا المدن القديمة سواء المخلفات نتاع الاستعمار أو العتيقة نتاعنا القديمة، هذيك أنت صنفتها على أساس أنه لا يقع المساس بها، ما تغيرش الصبغة نتاعها. مش واحد يجي ينحي باب شكون يعرف عليه قيمة نتاعه، الواحد ينحيه ويحط باب حديد راه كيفاش، ويجي لرخامه ويكسره صنفه. فهذيك مش ما تولي مزارة غدوة، التوريست اللي جايك يزورها. ثم أنت كل يوم المدن كلها تفغم لأن الحافلات تدخل وسط البلاد، علاش ما يقفش الناس كل في البيريفيري كما موجودة في البلدان المتقدمة، تقعد تقف على بعد 4 أو 5 كيلومتر محطة تقف فيها الكيران، إسباس موجود لديك، ومن غادي فما نقل مجاني وإلكتريفيي إلكتريفيي اللي ما يحدثش يعني تلوث، وتمشي به الناس بك تسكر هي بيدها تكمل تمشي تقضي شهورها في وسط البلاد، ونقص من الاكتظاظ ويخلي أريحية وتخلي مناطق هذيك تاع تجوال وغيره. الفضاءات الخضراء عندناش، ما عندناش. اليوم كي تمشي تخدم انت كدولة تجي تحل شركات تبعث، يعني كيما بالمنطق هو بيدو المنطق الاولاني انك انت تبادر باش تطمن الناس انك غدو باش تاخذ المنتوج. اكل الفضاءات هذيك كلها بعقود يقع الالتزام بها، وتشوف الناس كل النوار موجود في كل بلاصه، وليداتنا في بيئه خارقه العاده، واحنا نعيش في بيئه خارقه العاده خلافا للي موجود اليوم من القذرات اللي موجوده عايشين في وسطها. فهذاك باش يخدم عباد، باش يخدم دي بيبينيير، وباش يخضر البلاد. التصحر اللي موجود الماده نتاع التصحر لي بيبينيير اللي المفروض نعملوهم، مناطق اللي كيما مجلب العباس وانت ماشي حتى، ومن قبل مجلب العباس ومن بعد مجلب العباس وانت ماشي حتى القفصة ومن بعد قفصة، مناطق كلها نتاع فصدق ونتاع غيره، شنو اللي عملنا باش دفعنا الناس باش تمشي وشجعناهم وبدرنا احنا كدولة بالدينار التونسي من غير ما يحدث حتى تضخم، لانه فما مقابل حاجة قاعدة تصير، فما قدرة على انتاج وفما استهلاك اللي باش يتحول الناس باش تواجه كل الاستهلاك هذاك موجود، باش يخلق الشركات من وقت ما يتبزع الحليب، الحليب يولي كافي للناس ومطلوب وما يتبزعش، واللي عنده بقره مش يتكى عليها لانه غدوه باش تخلق له بدائل نتاع علفه اخرى، ما تقعدش العلفه دائما وابدا جايه من اخرى، ثم بدائل نتاع علفه اللي تتزرع في تونس. اقطاب اللي توجدت قبل وقضينا عليها، القطب نتاع القصرين نتاع الحلفه اللي هما 4 ولايات على الأقل ينتجوا في الحلفة، وإذا كان ما تقصش الحلفة تموت أصلا، يعني اللي هي نولي قطب كله متاع ورق ومتاع تباع ومتاع صناعة متاع الحبار وكل ما ينجر عليه ومتاع تصورات متاع ديزاين ومتاع غيره الكل في الإسباس هذاك الكل ويعم على الولايات هذيك الكل. طريقة قداش عندنا من ميموار تعملت، وقداش عندنا من تاز وغيره، ما ثم حد شيء نكب على كيفاش نحيو الحلفة من غير ما نستعملوا اليد العاملة، ما الفكر التونسي ما نكبش عليها،
لانه ما شجعناش الناس، ما حناش مثلا مناظره وطنيه او مسابقه وطنيه لاختيار شكون يعمل لنا بروسيس نتاع باش نجنيو الحلفه من غير ما نضروا بها ومن غير ما وبنجاعه اكثر. هذا الكل وينو؟ احنا منو وين؟ من غير ما نحدثكم على المجالات الاخرى نتاع السياحه. اليوم لي سيت اركيولوجيك تشكاو اليوم قولوا والله ثم اسمع ثم شهيد ما تصلح بشيء. يا سيدي جماعه التاريخ يصلحوا وجماعه الجغرافيا يصلحوا. على خاطر اليوم عندك 10,000 يعني موقع نتاع اثار اللي هو مغمور، يعني متحف مغمور. ايش باش تبيع للتوريست انت؟ واش تبيع لروحك للذاكره نتاعك؟ الناس هذوكم اللي عاملين تاريخ واللي عاملين جغرافيا وغيره مهيئين لهذا باش يخدموا فيه. وانت باش تخلصهم بالدينار التونسي يعني هما شنو باش تخلصهم؟ باش تحط الفلوس في جيبه وغدوه باش يعاود يخرج الفلوس ويهزهم هو العطار. يعني باش يعاود يرجعوا لك انت كدوله راهو. باش يعاود يرجعوا لك الشركه اللي صنعت الطماطم اللي هو شراها تخلص في الضرائب نتاعها باش ترجع لك الفلوس نتاعها والشركه نتاع الحليب كيف كيف وما الى ذلك. يعني الفلوس كلها عاوده راجعه. مادام احنا باش يمشي هو على منتوج تونسي. هذا التصور انه لابد من عاود لانه اللي حدثت وقلت برشا مرات لو كوفيسيون مولتيبليكاتور دو بيدجي يعني ان الدوله وقت تحط ميزانيه اليوم تحط ميزانيه بعد تجي تلوج عليها ما تلقاهاش تطير. لو كنت تبدا في اقتصاد معين فما 50% من الاستهلاك ماشي على السلع الاجنبيه فالكوفيسيون مولتيبليكاتور دو بيدجي يولي يساوي واحد، يعني انك انت تحط الفلوس كدوله والفلوس تطير وما ترجع لكش. فقد ما انت تحمي السوق نتاعك قد ما الفلوس هذيك تقعد تدور وترجع لك. وهكا نخرجوا من المشاكل اللي عندنا. اللي حبيت ما نطولش خاطر طوالت الفيديو برشا ولابد من اني نختمها. حبيت نقول حاجه في تصوري مهمه جدا. اليوم لابد من اعتناء بالجانب الاقتصادي، ما فماش عندنا حتى خيار اخر وما فما حتى سبيل للخروج من الازمه نتاعنا اللي موجودين فيها اليوم الا بالتركيز على الجانب الاقتصادي. والكلام الكل اللي قاعد يتقال الكل راهو هراء ليس الا واللي تسمعوا فيه راهو غالبا لا يمت للواقع بالصله. وعندنا موعد ثاني مع الاقتصاد لكن المره الجايه باش نحدثكم على الاخطاء الشائعه والشيء اللي قاعدين تسمعوا فيه واللي هو يظهر في ظاهره أنه حديث في الاقتصاد لكن في الواقع الأمر هو لغو ليس إلا. فحتى يتجدد اللقاء نتاعنا إن شاء الله في فرصة أخرى مع فيديو آخر. نتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.